جزاكم الله خيرا. يقول: إذا صلى المرء تحية المسجد ثم خرج من المسجد لتجديد الوضوء وعاد إلى المسجد، هل يلزمه تحية المسجد مرة أخرى؟ ما يلزمه ذلك، تحية المسجد ليست بلازمة وإنما هي سنة مؤكدة وليست واجبة. فإذا أداها الإنسان وخرج لحاجة ثم عاد إلى المسجد فإنه لا يعيد صلاة تحية، نعم تكفي الأولى. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.